بطبيعة العملنا احنا وضعنا الضوابط، منها التشديد، يعني مثل ما تعرفون موظف الجوازات هو الصمام الأمام اللي قرر من يدخل ومن ما يدخل البحرين، واحنا يعني شددنا هذه الضوابط على الجنسيات اللي حسينا قامت تبتدي تستقل هذه التسهيلات، من خلال اولا التنسيق مع شركات الطيران في انها ما يركب الشخص اللي ما مثلا ما عنده تذكرة عودة، ما عنده إقامة، ما عنده مبالغ، والقرار النهائي عند موظف الجوازات اللي يتأكد من هذا الشيء. وبالفعل يعني كثير من الحالات نرجع الناس اللي تبين لنا انه هو جاي للبحث عن العمل وليس للسياحة وللهدف الحقيقي من وراء هذه الزيارة، ونجحنا يعني لقينا ان انخفضت ربما التحويلات هذه ما يعادل 37% عن العام الماضي، مجرد ان وضعنا هذه الضوابط والاجراءات. طبعا لا نمنح التأشيرة للسجلات المخالفة او اللي نشوف عليها عدد اكبر من اللازم، يعني من عدد الموظفين اللي فيها. بدينا ندقق ايضا على المخالفين بشكل عام، ونشوف من خلال الحملات التفتيشية سواء كان مع الـMRA او السياحة، فاحنا انتم تشوفون حملات تفتيشية يومية تم التعامل معهم وتسفيرهم في حالة مخالفتهم لاشتراطات الإقامة. وأيضا بالنسبة لبعض السجلات اللي ما عليها، اكتشفنا بعض السجلات ما عليها موظفين، منعنا ما نمنحهم أي تأشيرات. فهذه الإجراءات صراحة حال عالجت، وإن شاء الله بالتعاون معاكم بنطلع باقتراحات إن شاء الله تعزز من معالجة هذا الوضع.